حدث استثنائي في أهميته وضخامته ومستواه، معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه المملكة في ضيافة العاصمة الرياض. مستقبلنا بأيدينا، شعار المعرض الذي يسلط الضوء على 5 مجالات في صناعة الدفاع بحضور 100 وفد عسكري ممثلين ل70 دولة. زيارة 3000 من كبار الشخصيات العالمية للمعرض الدولي في نسخته الأولى والذي سيقام دوريا، تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات المحلية والعالمية وبناء شراكات استراتيجية على مسار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري. ويركز المعرض على التقنيات الحديثة في صناعات الدفاع والأمن وآفاق الابتكار، ومن مستهدفات المعرض التوافق العملياتي الذي يدعم مكانتها كقوة صناعية في هذا القطاع الحيوي المهم، خصوصا لموقعها الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية. وسيبحث معرض الرياض العالمي للدفاع أمن المعلومات الذي يعد من أبرز التحديات الدولية الراهنة، مع تبادل الخبرات بين أكبر الشركات والخبراء على مستوى العالم، ملامح مستقبل الدفاع عبر منظوماته برا وبحرا وجوا وفضاء سترتسم في الرياض بحدث عالمي من قلب المملكة.